السلام عليكم خوتي، بغيت ندير شويه ديال الجديد تقاسموا معاكم ان شاء الله. وانا كنقطع في الجديد، عندي غير شويه مازال نزيد شي حاجه اخرى الا بغيت. ها هو اللحم، ها هو كاين شي لحم اللي فيه الشحمه بزاف، غادي غير طيبيه وترميه، مكيبغيش يدوز. وانا قطعتهم على هذا القد، ها هو هانتوما كتشوفوا، واخا تشوفوا هاكا الريض راه عندي نديرو الملح بزاف، ما تخافوش تخافوش منه. هانتوما شوفوا ها هو القدر ديالو، خلط الشحمه والحب فيه شي فيه ليدان بزاف. وما ان شاء الله غادي نقطعو غير شويه بشويه، وغادي نديرو معانا، وغادي نبغيو نديرو التبزيره ديالو العصريه كلها غادي تشوفوها. اما تقطع راه كلشي كيعرف يقطع، ونقطع غير بشويه بشويه حتى نكملو ان شاء الله. انتم غادي تشوفوه معانا. بسم الله، انتم معانا ان شاء الله تنسالي. انتم خوتي غادي ندير دابا، غادي ندير العصيه ديال الجديد، هو هي هادي هو الجديد. لكن كاين الملحة بوحديتها، كاين شويه د البزار، وكاين القزبر، هادشي اللي كندير في القديم، القزبر وشويه د البزار والملحة. حيت درنا الكمون، الكمون ما كيدارش في الكسكسو ياك، ولا درنا اي حاجه زدناها غادي نخلطو المذاق ديال القديم. وهاد هادي هي التبزيره، الملحة والقزبر كارم وهذا وشويه د البزار. انتما شوفوا، هانتوما شوفوا العينين، مثلا ولكن الشحم فيه بزاف ديال الليدان. هادي الشحمة، شوفوا الشحمة شحال كثيرة ما شاء الله عليها، كثيرة بزاف. ما غاديشي نرميها الشحمه، كنديروها في العدس، كنديروها في الكسكسو، كنديروها في هذه دابا فيها الكمون بلا ما ديروها في الكسكسو، غير في العدس وفي المسمن والبطبوق. بس فيها الكمون، البزار، القزبر كامل، الملح، شوفو دابا هاد الشحمة هادي خاصني نصوبها، الملحة مزيان، ندير هاد الميكات، دوك الميكات لي كيتسدو ديال المرجان، كنخشيها في الفريكو، نخليها الوقت لي بغيت شي حاجة نجبد منها شوية، نجيب الخنشة نديرها في التلاجة، كل مرة ندير منها شوية، كل مرة ندير منها شوية، هاد ليسات، بطبوط. دابا الشحمة صافي، هيا كملنا المهمة ديالتها، دابا بقينا القديد. القديد هو خصنا ندير فيه مزيان، ندخل فيه الكعصير، الحاو والقزبر وشوية د البزار، كنعاود نأكد عليكم شوية د البزار. القزبر هو المهم، والملحة كذلك. الدوخي واش مالح ولا ما مالحش؟ ما مالحش زيدي. ندير غير هاد شوية ديال الملحة مازال، وندير شوية ديال الزيت، هاهو
هذيك القناه كلها دخلت فيه. ندير شويه ديال الزيت ماشي غنشرتي هكا ما يتجمعش عليه الدبان. ولا عندك شي شيفون نقي ديري فوق منه وخليه حتى يكمل خاطر حاجه به. تبارك الله كله في امان الله كله زوين كله مين. ندير شويه الزيت الزيت عاديه ماشي شي حاجه انا تحاولي عليا تبارك الله سميد بزاف. انا مخليه هنا حتى يدخل في اليدان هو وهذا والشحمه. شوف الشحمه شحال كثيره تبارك الله الشحمه اكثر من القديد. مازال نخبيها شحمه اخرى غادي ندير بها المقليه حتى نشرب ان شاء الله غدا المقليه وغادي نشوفوها معانا. انا كندير المقليه احسن ليا من داك الخليع. المقليه كتجي بنينه و بلا ما تكرمي اللحم في البلاصه تصوبيها. انا غادي نصور معكم ان شاء الله وغادي نشوفوها. التليفون ها هي الشحمه. شوفي شحال تبارك الله ديال الشحمه وشوفي شحال ديال القديد. هانتوما ان شاء الله غتشوفو معايا في الخيمه اللي غادي ننشرو غادي نجمعو غادي تشوفو معانا. السلام عليكم. هاد الساعه ورحمه الله عليك كريم مطلق صافي نديرو ليه. هادي الشحمه دابا لي شرملتها هي دابا جات فهاد الميكة كبيرة. كنت ديك الساعة ملي تبغي ترتاحي وتكوني مرتاحة قسمي على بزاف ديال الميكات. ملي تجبدي ميكة بدا تجبدي مغاديش رديها في الفريكو. جبدها نقدي بها الغراض وردها الفريكو ديالي عاوتاني. ناخد الميكات صغيوين علاش تبقى كي تجبد ومنردش فهمتي. تخليها في الميكات صغار وديرها في الفريكو تخليها الوقت كتبغي ديري شي شوية العدس ولا شويه البطبوط ولا السمن كتجبديها. هادي ما كيديروش بها كسكسو ديالنا فيها الكمون فيها الكمون ما كيديرش كسكسو. هادو اللحيمات اللي غادي ندير فيهم قليه ان شاء الله اللي غادي نصوبهم ونقطعهم وغادي نقادهم وغادي نشوفوهم. القليه كتجي حسن من القديد. القديد خاصك تكرميه كتجي حسن من الخليع. الخليع خاصك تكرمي القديد على شي شهر ولا 20 يوم. اما القليه كتقطعي اللحم كترميه ديريكت فوق الشحمه كطيب كديريها في القراعي وكتخليها. كتبغي ديري شي جبادات ولا ثلاثه كتفطري بها وليداتك تجي مخيره غزاله غزاله بنينه بزاف. انا غادي نصور ان شاء الله معاكم وغادي تشوفوها. كيت ديك شي ربع القراعي ولا شحال الشحمه ديك الشحمه اللي كتكون الشحمه ديال المصارم كلها كندوبوها كندوبوها كنصوبها. انتما غادي تشوفوا كلشي معنا ان شاء الله. والسلام عليكم. هاد الساعه حتى نتلاقى. ها هو الجديد بعد ما بات ليله التغميره ديالو عطريه صراحه ما كاينش التغميره العطريه ديالو. ها هو دابا نشرته في الباركو كيكون صافي على خير. الله هاد الباركة عندي شامس إن شاء الله بإذن الله غادي دائما نعطيه الشمس بزاف خصو ياخد حقه في الشمس بزاف متيقوش فيه.
خاص لكان طلوع هذاك الشيء ما تيقوش من الحب بزاف بزيد وشمش بزاف كيولي كيتقرخن. عندك ساعة فرقو في الميكات وديرو في الفريكو، الفريكو تيبقى مقصف دايما. دايما كنوصيكم على الشمش بزاف، عطيه في الشمش 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 حتى يولي كيتقرقر. والبلاصة اللي فيها راه من الأحسن ما كاينلاش، ما تقدوهاش غير ديالها وبدوها، لا بغيت تبدوها تخلطي تاخذو الملح فيها بزاف، الملح 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 قوي فيها الملح، دوك العظوما وما بين دوك الثغرات ديالها. الحمد لله الشميشة قاعدة العام كما تشوفو في الجنب قطع مقاد وبديلة كلها بديك عطيات كامو، لا ما فيش كامو في الجنب، كاين الكزبر شوية ديال الخضار والملح الكزبر كامل صافي. مكانش شي حاجة أخرى غادا نخرب كيما كيدير في الكامون، داكشي بحال داكشي ديال الخير غير واجد فيه شوية الخضار، الخضار كيبان لك إوا نتا ما شاء الله ديروه وردوا عليا الخبر والسلام عليكم وعيد مبارك سعيد.